مسألة تدريبية، ضروري أن المدرب يعني تبين بصمته على التدريب، يعني شلون ينظم الدفاع. يعني احنا خلل بالدفاع، كثر الفرق خلل دفاعي وأهداف، تشوف أهداف يعني تعبانة ضعيفة، وهي كلها مردودها وين يكون؟ للمنتخب الوطني. لذلك كلها تنعكس على وضع الدفاع. لذلك شوف احنا يعني كاتانيش ذا يرجع يلعب بخمس مدافعين، لأنه ما مأمن على تنظيم الدفاع الرباعي. كل العالم تلعب بالدفاع الرباعي، لأن أكو تمارين شلون تنظمها، وأكو شجاعة ومدرب. وحتى شفنا يعني حتى إحنا يمكن مع الأسف يمكن هي خلل بالفئات العمرية، لو كل فريق بيرديف وإجباري كان يمكن أكثر استفادية من هاي الحالة. شفنا إحنا لو إحنا اليوم كنا نتحدث على علي رحيمة، من طلع علي رحيمة ما عندنا لاعب يعني يفكر حد عوض مكان علي رحيمة يبني لعب. ما عندنا كل الدفاع العراقي كل الدوري ما شفنا لاعب إنه عند الحيازة يسوي لعب ويصعد يسوي دبل باص او يباغت حل عالم. هاي مو نظريه، هاي مساله عمليه تطبيق. لذلك اكو خلل كثير من المدربين ما تبين بصمتهم الا اذا يشوفون جابوا لاعبين جيدين قام يفوزون. بينما اكو من تشوف فريق، هذا فريق القاسم فريق ممتاز انا اشوفه، يعني هو الفريق كله مواهب وصغار، لكنه ما عندهم هسه يلا يمكن جابوا اليوم محترف هذا يعني يمكن سنغالي، لكنه اكو كان بصمات مدرب، ويمكن حتى يمكن هسه